يلا ليتس جو، خلينا نجرب ايش قانون. طبعا احنا اليوم يا اخوان شدينا الرحال على نيوجيرسي، واذا كنت في نيوجيرسي اكيد لازم تسمع عن المنطقة العربية والمحلات العربية في هاي المنطقة. راح يكون معنا مختار نيوجيرسي وهو رائد عودة، بس احنا جوعانين وحابين نجرب افضل المطاعم الموجودة في هاي المنطقة. اهلا وسهلا فيك في نورث جيرسي، أكبر تجمع عربي وإسلامي في ولاية نيوجيرسي. ما شاء الله. الجميع بقصد هذه المنطقة لمطاعمها، لمساجدها، سوبر ماركتس، لأنه جميع المواد العربية متوفرة فيها، وكأنك عايش في نص مدينة رام الله أو في عمان أو أي مدينة عربية أخرى. حلو. اليوم إحنا عند محل كانون، هذا المحل هو بيعمل سموك ميت، يعني لحمة مدخنة. هو أول محل لحوم سموك ميت في حلال في المنطقة هاي. نعم. المنطقة العربية. طلعوا كيف الأفران وراهم بيعملوا لحمة مدخنة. أول ما تفوت المحل اللحوم المدخنة بتشمها بطريقة عن جد تتشهى إنك تاكل. خلينا نفهم شو عندهم هون منتجات، شو قصص. يعطيكم العافية. العافية يا إخوان. إحنا أول مرة بنيجي هون. محمد صح؟ محمد. هلا كيف حالك؟ هلا حبيبي، الله يسعدك. اليوتيوب شو اسمك؟ غسان يوسف. محل لك ولا شغيل؟ لا انا صاحب المحل، انا وشريكي دكتور سعد وشاح. فهمنا كيف نظام المحل، لانه احنا اول مره بنيجي هون. انت اول ما تيجي بتقعد على الطاوله وبيجوك الويتريه، هم باخذوا طلب منك. في عندنا منيو بنعمل شو هون. جبل اخذ التجربه من الصفر، اشوف كيف بتبلشوا، كيف تبداوا مع الزبون. يلا. طبعا يا اخوان صاحب المحل جبلنا طواقي، هاي معزه بس للسبيشل. انا راسي كبير بس اجت على قد. يلا ليتس جو، خلينا نجرب ايش قانون. كانون طبعا كان فكره وصار الحمد لله على ارض الواقع. طبعا احنا بنتعامل في اللحوم الحلال ملحمه القدس. طبعا احنا بننزل على الشغل الساعه 2 ونص الساعه 3 ونص الصبح، بنجهز الافران وبنبلش عمليه التدخين. هو فكره جديده اللي هو سموك ميت، بس على الميدل ايست تاتش، يعني عاملينه تقريبا بين السموك ميت الامريكاني والزرب العربي. احنا من اول محل سموك ميت في ايست كوست حلال، وزبايننا جميع عرب امريكان. بلشوا الحبشتكنات تنزل، وهون شكله في قنبله مدخنه، فخلينا ايش نجربها. طبعا شوفوا، هاي هي اللي هو البيف ريبس. هذا العسل يا اخوان، شوفوا شوفوا العسل، يا سلام. الريبس هيك بتاكل في اليد. طلع 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 طلع. طبعا يا اخوان اللحوم الامريكيه اللي بقول لك كلها بالشيك والسكين، تردش عليه، تاكل في ايديك، لازم تخبص، لازم تاكل بالطريقه الامريكيه الصحيحه. او ماي جاد. هذا التشيميتشو، هذا كيف طعمه؟ الله عليك ابو عودة. طب هذا زي كيف اهميه الحامض للحمص، اهميه شو بدي اقول لكم، الزيت للحمص نفس اللي شيل اللحمه. يعني عن جد طعمه مميز، في حداقه، في تومه، في هيك عصره حامض، شيء مرتب يعني، بس تاكله بعطيك طعمه كثير خرافيه. هذا البرتقالي زي شكل المانجا، اسمه بومبوم صوص. بومبوم يعني شكله من قنبلة. خلينا نجرب. بسم الله. اوه رهيب، صوص حلو على حامض. كيف تعرف الزاكي؟ الله. هذا ايجد ريب اي ستيك، اللي هو ستيك معتق. طبعا الريب اي من اجمل انواع قطع الستيك. يا سلام. وعشان تروق في نص الحفلة لازم تشرب أبو عودة، بدك تشرب عصير إيش، نعنع، عشان تقدر تكمل. أجرب الريب آي بإيش، بباربيكي صوص. هاي طبعا اللي هي الريش، اللي احنا بنسميها الريش، من أزكى أنواع قطع الخروف. ألعب يا ولد. طبعا يا إخوان هشام بكير، يلا روح. الله عليك. بيعملوا الكاتشب هاند ميد، يعني عندهم في المحل بيعملوا كثير صوصات مرتبه. الشطه العربيه موجوده كمان. اوه
هاي رقبة الخروف المدخنة. قول بسم الله. يلا. الله عليك. الله 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 الله. طب اطلعوا مع ابو عودة. الله عليك. طبعا الشيف غسان والله ما قصر يا اخوان، اقبال جميل ورائع. يعني اول ما توصل تعبي كرشك هيك، اكل مرتب، الشو حلو، الاكل جميل، كل شيء مرتب. تعالوا على كانون زوروه، شوفوا شو عنده مأكولات، كثير مرتب. حسابات هذا المحل موجوده في الديسكريبشن، لا تدعموه وتيجوا عندهم وتزوروهم اول ما تيجوا على باترسون او على نيو جيرسي بشكل عام. مليانه هون عرب، مطاعم عربيه كثير مرتبه. جميع جماعه شيكاغو على راسي، اهلا وسهلا بالجميع. شيف سان 15 سنه لحام صح؟ 25 هاي قربنا عليه 10 25 سنه يا اخوان لحام، وبعدين فتح محل لحم المدخنه. اللي بده يجي على المحل وين بلاقيه؟ في اي عنوان؟ احنا عنواننا 349 هيزل ستريت كليفتون نيو جيرسي 07011. ومن هون يا اخوان انتهت حلقتنا اليوم، فلا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، ولا تدعمونا على انستغرام، بتفاعل معكم بجاوب على رسائلكم. وشو بنحكي يا غسان؟ سلام.